السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا جاي النهاردة اقدم لكم اللحمة بالبصل البني. جبت حوالي كيلو بصل على نص كيلو لحمة او كيلو لربع، وقمت مقطعه ترانشات خفيفة قوي رقيقة، وقمت حطها على السمنة، معلقتين سمنة في قلب الحل، وقمت حط البصل عليها. بعد ما حطيت البصل عليها اقعد اقلب فيها لحد اما تدبل، طبعا ثواني كده وهتدبل. ولازم لونها يصفر علشان خاطر لما لونها يصفر بتبتدي تغمق، مش هقدر احط عليها مية الا لما لونها يغمق والحلة تنشف من السمنة ومن المية بتاعت البصلة. كل شوية لازم اقلب فيها لحد ما بقى لونها بالمنظر ده. طبعا هي كده من غير مية ومن غير اي حاجة، حطيت بقى المية شوية شوية كده علشان خاطر تدبل تاني. كل شوية احط لها مية لمدة حوالي ثلاث مرات، مرتين او ثلاثة يعني، تنشف المية فيها هتلاقي البصلة بتدبل ولونها بيغمق اهي. بعد كده اجيب اللحمة واحطها، طبعا مش هحط اي توابل ولا ملح علشان تستوي، عشان اللحمة تستوي. بعد كده افضل اقلبها، طبعا مش هسيبها كده، هحط لها برضو حوالي كوباية ونص مية عشان تستوي، طبعا من غير ملح ومن غير توابل. المية اهي حطيتها، واغطش عليها اقلبها تقليبة كده، ومن كل وقت والتاني لازم اقلبها، هقلبها واقوم غطي عليها. واهو بعد ما جهزتها وقدمتها وشكلها قدامكم.